السلام عليكم. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريب كنا نعرفوه، واللي جل التوانسة مش راضي عليه ومش راضي على خدمته، قابل اليوم رئيس الجامعة الإفوارية لكرة القدم واللي مش مهم اسمه، تقابلوا وخرجوا بخطابه. أقوى كلمة في الخطاب تبادل الأفكار، يعني منتخب تونسي متأهل كأس عالم للمرة السادسة في تاريخه للمرة الثانية على التوالي، وكالعادة لم يحقق حلم التوانسة مع وديع الجريب للتأهل للدور الثاني. والقوة وين؟ إنهم روحوا لتونس وحبوا يركبوا هالنا إنهم قاموا بإنجاز. شنو الإنجاز؟ فوزنا على المنتخب الفرنسي بطل نسخة روسيا 2018 ووصيف نسخة قطر 2022. هذا قابل رئيس الجامعة الإفوارية اللي منتخب بلاده متأهلش من أصله الكأس العالم. هذا قابل هذا، شكون هذا وشكون هذا؟ هذا رئيس الجامعة التونسية وهذا رئيس الجامعة الإفوارية، تقابلوا من أجل تبادل أفكار. وهنا ما نش عارفين يندرى تبادل أفكار النجاح ولا تبادل أفكار الفشل. خرجوا بخمسة قرارات صدقوني مش مهم باش تعرفوها، أهم قرار فيهم والقرار اللي يهم الجماهير التونسية واللي يهم المنتخب التونسي، مقابلة ودية بين المنتخب الإيفواري والمنتخب التونسي قبل كأس إفريقيا الكوديفوار 2024. إلى حد الآن التاريخ لم يعلن عنه بعد. بقية القرارات مش مهمة، هاو على سبيل المثال باش نعطيكم قرار. مثلا من بين القرارات استغلال أربع رحلات في الأسبوع بين تونس وأبيجان. بجاه ربي فاش باش تستغلوها؟ فاش؟ وكان جينا النجم ونستغلوها، علاش ما استغليناهاش من قبل؟ يخي لواج تونس سوسة، يخي لواج تونس صفاقس، بجاه ربي بالتليفون يا معلم ثم شكون يستنى فيك في اللواج تو يعطيك قاضية وصل هالي جيب هالي معاك. يا اخي فاش باش نستغلوها؟ جواراتنا باش يبعثوا لهم التمر وجواراتهم باش يبعثوا لنا البنان. شراكة صحيحة راهي بين تونس والمغرب، نصف نهائي وصلوا لكأس العالم. الشراكة الصحيحة راهي بين تونس والمغرب، وصلوا نصف نهائي كأس العالم. الشراكة الصحيحة واللي على أسس صحيحة بين تونس وبعض البلدان الأوروبية، أما هذه صعيبة عليك يا وديع الجريد. الشراكة بين تونس والكوديفوار، يعني كان جاو ينفعوا راهم نفعوا رواحهم. من أتعس البطولات الإفريقية هي بطولة الكوديفوار، بدليل أفضل وأشهر فريق في الكوديفوار هو أسيكا بيجان، عنده سنوات وسنوات ما وصلش الأدوار متقدمة في رابطة الأبطال الإفريقية. شراكة بين أتعس البطولات الإفريقية وهي بطولة الكوديفوار وبين بطولة تونسية ماشية باش تكون من أتعس البطولات الإفريقية، لذا وديع الجري كالعادة ماشي في الطريق الغالط. وكيف ما قلنا خمسة قرارات أفضلها المقابلة الودية بين المنتخب التونسي والمنتخب الإفواري، وإن شاء الله نعرفوا كيفاش نستغلوها ونحبوا نستغلوها. يلزم نعطيه فرصة للاعبين، إلى حد الآن مازالوا ما خذوش فرصة. لاعبين على سبيل المثال يان فاليري، على سبيل المثال شايم جبالي، هذوما من لعبية بالرسمي نحبوا نشوفوهم، ويزينا من يوسف المساكني ومن الفرجاني ساسي ومن ومن ملعبية فدينا منهم وملعبية ما عاد ينجموا يقدموا حتى شيء للمنتخب التونسي. انتقلوا للموضوع الثاني، موضوع الماركاتو. عيسى العيدوني في الحلقة السابقة قلنا انه فريق سامبدوريا في السيريا، فريق يلعب على تفادي النزول، يرغب في الظفر بخدمات لاعبنا الدولي على سبيل الإعارة، يدخل معاه كيف كيف فريق ساليرنيتانا، فريق لاعبنا الدولي ديلان برون. نفس العرض اللي تقدم من سامبدوريا تقدم من ساليرنيتانا، 6 اشهر على سبيل الإعارة. الموسم القادم شراء اللاعب بمبلغ قيمته 2.5 مليون اورو، العرض اللي رفضه رئيس فرانك فاروش، هذا اللي جاء في موقع ام كات المجري. والاستنتاج اللي نجموا نخرجوا به بعد الاخبار المتواتره والمتسارعه بدرجه كبيره فيما يخص العيدوني، يندرى اللاعب مش في قيمه الانديه هذه، يندرى اللاعب مش في قيمه الدوريات الخمسه الكبرى حتى يعطيوا فيه مبالغ زهيده، ولا على خاطره تونسي؟ لانه ثم ملعبيه من جنسيات اخرى راهي قاعده تضخ عليهم المليارات متاع المليارات من اجل الظفر بخدماتهم. وقت اللي تجي تشاهدهم وتتبعهم وتشوف مستواهم تلقاهم تقريبا نفس مستوى العيدوني، كان مش العيدوني افضل منهم. وهنا تقعد متعجب علاش عيسى العيدوني قاعدة تضخ فيه هالمبالغ الزهيدة. وهذا اللي تطرق له الموقع الشهير وحكيناها في اكثر من مناسبة، قال العيدوني وقت اللي برز في مونديال قطر، قال على خاطره صاحب جنسية تونسية قيمته التسويقية ما تتعداش مليون اورو، لو كان جاء برازيلي وبنفس المستوى راهي قيمته التسويقية 20 مليون اورو، لو كان جاء اسباني راهي قيمته التسويقية 50 مليون اورو، وحدث ولا حرج لو كان صاحب جنسية
إنجليزية راه وصلت قيمته التسويقية لمئة مليون أورو، وراهي الأندية العالمية تتهافت على اللاعب. ونختم الحلقة بلاعبنا الدولي لاعب الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان. في حلقة سابقة قلنا إنه موقع ترانسفير ماركت العالمي موقع فوت ميركاتو الفرنسي اتطرق للاعب وقال بعض من الأندية الفرنسية على غرار أونجي مونبلي لوريون وليل عينيها، خلينا نقول عينيها على لاعبنا الدولي محمد علي بن رمضان. مؤخرا بعض الأخبار المحلية تقول إنه محمد علي بن رمضان قام باختبار مع فريق ليل الفرنسي وفشل. أخبار أخرى تقول الأخبار هذا مش صحيح. إن شاء الله إن شاء الله الأخبار هذا ما يكونش صحيح، وباش نخزروا له من زاوية أخرى أو من جانب آخر. أولا فريق ليل متقارب في المستوى مع بقية الأندية اللي عينيها على محمد علي بن رمضان، ممكن باستثناء أونجي اللي يلعب على تفادي النزول. يعني لو الأخبار صحيح محمد علي بن رمضان فشل في الاختبار مع فريق ليل، يعني بقية الأندية باش تغض النظر ولا باش تغض النظر على فكرة التعاقد مع اللاعب. لذلك الحل الوحيد اللي باش يقعد أمام اللاعب يا إما باش يقعد في البطولة التونسية في الترجي الرياضي، ولا باش ينتقل لأحد دوريات الخليج أو الدوري المصري. وهنا محمد علي بن رمضان مستواه باش يقعد هو بيدو لو باش يقعد في الترجي الرياضي أو في بعض الأندية الخليجية، هذا لو كان منزلش مستواه. اثنين لو الأخبار صحيح مشكل، مشكل للاعب ومشكل للبطولة التونسية، لأنه محمد علي بن رمضان أهم لاعب في البطولة، بل من أهم اللاعبين في البطولة التونسية. محمد علي بن رمضان أكبر كقيمة تسويقية في البطولة التونسية بقيمة تسويقية وصلت ل 2.7 مليون أورو على حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي. يعني نحكيه على أهم لاعب في البطولة التونسية ما نجحش في اختبار مع فريق في وسط الترتيب في البطولة الفرنسية، يعني ما عاد تفكر في حتى لاعب في البطولة الوطنية باش يحترف في أحد الدوريات الأوروبية، على خاطر كان الرأس الكبير واللي هو محمد علي بن رمضان ما نجحش، إيش باش نقولوا على بقية الملاعبيه؟ لذا إن شاء الله الأخبار يكون غلط، إن شاء الله محمد علي بن رمضان في الميركاتو الشتوي ولو إنه إلى حد الآن مازال ما ثم حتى أخبار، أقصى تقدير في الميركاتو الصيفي، إن شاء الله نلقاو محمد علي بن رمضان في أحد الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى، مش مشكل حتى في دوري سويسري في دوري تركي، المهم يخرج من الدوري التونسي حتى يتحسن مستواه. إن شاء الله كما قلنا الأخبار يطلع غالط، محمد علي بن رمضان قيمة ثابتة في المنتخب التونسي، محمد علي بن رمضان قادر باش يزيد يطور أكثر في مستواه لو ينتقل لنادي آخر، نادي متواجد في بطولة أوروبية. في ختام الحلقة كالعادة ما نجمو كان نقولوا حظ موفق للمنتخب التونسي اللي تستنى فيه مقابلة رسمية شهر مارس أمام المنتخب الليبي، مقابلة مؤهلة لكأس إفريقيا الكوديفوار 2024. حظ موفق للمنتخب التونسي في المقابلة الودية ورسميا أمام المنتخب الإيفواري. حظ موفق اللاعبين الدوليين، لاعبين اللي ينشطوا في الدوري التونسي، دوريات أوروبية، دوري الخليج، كل حلقة نقعد نعودوها، لا لدوريات الخليج ولا للدوري المصري باستثناء محمد كريستو اللي انتقل للأهلي المصري. في الختام كالعادة البياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.